السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إسلام وأهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده جايب لكم حقائق عن اللاعب محمد صلاح. طبعا اللاعب محمد صلاح يعتبر من أمهر اللاعبين وأكتر لاعب محبوب حول العالم، وده طبعا من حب ربنا فيه لأنه شخصية محترمة ومؤثرة حول العالم. ويعتبر اللاعب محمد صلاح من أكتر الشخصيات المؤثرة حول العالم بعد اللاعب كريستيانو رونالدو. وطبعا في الفيديو ده جايب لكم بعض المواقف اللي بتظهر أصل هذا اللاعب العظيم، وبتظهر قد إيه إن اللاعب ده لاعب محترم ولاعب محترف. خلينا ننتقل الى الفيديو، بس قبل ما ننتقل للفيديو ما تنساش دعمني بلايك واشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك اخر فيديوهات باذن الله تعالى. انت لسه ما عملتش لايك، اعمل لايك علشان اعرف كام شخص بيحب ومهتم باللاعب محمد صلاح. خلينا ننتقل الى الفيديو. اذا كنت تكره محمد صلاح شاهد هذا الفيديو وسوف تغير رايك تماما. لا تعد اللقطة التي عرضها الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي والتي ظهر فيها محمد صلاح وهو يهدي أحد الأطفال الإنجليز من مشجعي الريدز القميص الخاص به، هي الأولى لصالح تجاه مشجعي متصدر الدوري الإنجليزي. وعقب نهاية مباراة ليفربول توجه صلاح إلى الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب إنفيلد وخلع قميصه ليعطيه إلى طفل صغير، لينهار الطفل في البكاء فرحا بقميص محمد صلاح. ويظهر مقطع الفيديو بكاء الطفل بعدما أهداه صلاح قميصه ليوجه الطفل الشكر لمحمد صلاح على هديته الثمينة والتي كان برفقة عائلته. ويعتبر محمد صلاح من أكثر اللاعبين في فريقه الذي يحقق طموحات الصغار بمقابلتهم، حيث يقابلهم بابتسامته المميزة مثل ما فعل في أكثر من موقف كان أولهم عمار الحلبي. ساهم صلاح في رسمة البهجة على وجه الفتى السوري عمار الحلبي وأسرته، ويبلغ عمار 16 عاما ويعاني من ضمور في العضلات، وكان حلمه هو أن يلتقي بمحمد صلاح ويحصل على القميص الخاص به. وبمساعدة مؤسسة خيرية تدعى ميك أووش حصل على تلك الفرصة التي لا تعوض، والتقى لاعب منتخبنا المصري مع عمار وأسرته حيث تعيش العائلة السورية في أمريكا من أجل علاج ابنها الذي يتمنى أن يلعب كرة القدم مثل باقي الأطفال، ولكنه يعاني من مشكلات صحية تمنعه من ذلك. والتقط معهم الصور وأعطى له القميص هدية، وقال الطفل الصغير بعد لقاء محمد صلاح: الجميع يحب صلاح وأريد أن أكون مثله، إنه شخص عظيم، شعور رائع حقا. لا يتردد في إعطاء قميصه للجمهور. خلال إحدى مباريات الريدز طلب أحد الصغار قميص صلاح مع توقيعه، ولاحظ محمد صلاح طلب الطفل الذي كتبه على لافتة صغيرة وحملها طوال 90 دقيقة. ولاحظت الكاميرات التي كانت تنقل المباراة وجود طفل في مدرجات ملعب الإنفيلد يحمل لافتة صغيرة مكتوب عليها: صلاح هل أستطيع الحصول على قميصك؟ وانتظر محمد صلاح صفارة نهاية المباراة حتى ذهب إلى الطفل ومنحه القميص الخاص به كهدية له، ما أدى إلى فرحة عارمة من الصغير وسط تشجيع الحاضرين للمباراة وبكاء الصغير. قام بالاعتذار لحارس واتفورد بعد أن سجل في شبكه 4 أهداف وقال له: أنا آسف. لا يحتفل إذا سجل على الفرق التي لعب لها سابقا، سجل ضد فرنتينا ولم يحتفل. وسجل أيضا ضد تشيلسي ولم يحتفل. وسجل أيضا ضد روما مرتين ولم يحتفل فيهما.
بعد أن سرقت سيارة والده بمبلغ 30,000 جنيه، قام بالتنازل عن المحضر والعفو عن السارق، بل ساهم أيضا في إيجاد وظيفة للشاب الذي سرق والده حتى لا يتورط بسرقة مرة أخرى. دائما يكون سعيد بأخذ صور مع الجماهير ويساعدهم على ذلك أيضا. بعد مساهمته في صعود مصر إلى كأس العالم منذ 28 عاماً، عرض عليه رجل أعمال مصري أن يأخذ فيلا هدية له، ولكنه رفض وطلب منه أن يتبرع بها إلى أهالي قريته التي يسكن بها. دائماً ما يظهر بصورة متواضعة مع الناس سواء داخل الملعب أو خارجه. Salah, he's the best player in world football at the moment. He's got good hair. Hello. Are you real? Yes, yes. Can I talk to you? Can I? Hello. Hi, my name is... Hi. What's your name? What? What do you want? Push! Push! Focus! From now on! Wait, wait. Don't laugh anymore! Focus! From now on! Leave it like that, okay? I don't like to... I like this song, you know, to hear. Yeah, good, it's getting better. Thank you, thank you, thank you. Thank you. What did he say? What did he say? I repeat. The guy outside, I think he's hooking on my breath. Differamente. Differamente. اللي هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك آخر الفيديوهات بإذن الله تعالى. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.